بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فولي 2، في هذا الدرس سوف نتطرق إلى طريقة مشاهدة يعني قنوات العالم والقنوات العربية على متصفح كجوجل كروم، عوض يعني البحث عن القنوات في محرك البحث إلى غير ذلك. فهذه العملية متعبة نوعا ما، فيمكن لك مباشرة إضافة التطبيق ويعني مشاهدة القنوات التي تريدها يعني على متصفحك جوجل كروم. لهذا كل ما عليكم فعله أحبابي في الله نسخ الرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو، سوف يأخذكم مباشرة إلى صفحة بهذا الشكل. بطبيعة الحال يعني تقوم ب يعني نسخ الرابط على متصفح جوجل كروم، ثم سوف يأخذك كما أشرت إلى صفحة هنا متجر تطبيقات جوجل كروم. تضغط على نيادير كروم للتطبيق الذي يسمى تي في، ثم تضغط على نيادير وتصبر لحين ما يتم إضافته مباشرة إلى متصفح جوجل كروم. بعد إضافته سوف تجد يعني شكل تلفاز يعني اسم التطبيق، تضغط عليه مرة واحدة كل مرة تريد يعني مشاهدة قنوات العالم والقنوات العربية. بعد ذلك سوف يأخذك عفوا إلى صفحة بهذا الشكل، تضغط على يعني القنوات باللغة الإنجليزية إذا كنت تريد مشاهدة القنوات باللغة الإنجليزية، إذا كنت تريد مشاهدة القنوات باللغة الإسبانية الروسية الفرنسية إلى غير ذلك والعربية أيضا. فمثلا لو ضغطنا على إنجليش سوف تجد يعني إنجليش لايف، سوف تجد جميع القنوات المتوفرة كما سوف تشاهدون. فلو اخترت مثلا القناة هذه فضغطت يعني البث الحي الخاص بها كما سوف تشاهدون، اضغط على قناة اخرى مثلا فرونس 24 يعني سوف يتم يعني تشغيل القناة. طبعا يعني سوف اختار مثلا اللغة العربية، بعد الضغط على ارابيك سوف تنزل اسفل الى هنا وين يقول ارابيك لايف، وتختار اي لغة تريد مشاهدتها. مثلا قناة العالم اضغط عليها مرة واحدة واصبر لحين ما تظهر يعني مباشرة البث الحي بضغوط امريكية العالم وقناة الجزيرة، قنوات بي بي سي مثلا ارابيك كما سوف تشاهد معي يعني سوف يتم تشغيله هي الاخرى، وقنوات اخرى كما سوف تشاهدون. تطبيق اكثر من رائع، فقط اختر يعني اللغة التي تريدها وسوف تشاهد القنوات التي هي متوفرة لها. الرابط سوف تجدون اسفل الفيديو كما هي العادة. اتمنى الدرس يعني البسيط قد افادكم في مشاهدة يعني بعض القنوات العربية والعالمية. لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا www.5.com والانضمام الى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981. ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.